مندمجه هنا. اهلا بيك يا مي حبيبي، منوراني. انا قلت، انا الاول قلت لهم ايه، انا خايفه لحسن تطلع مي طويله عني كتير. لا ما تقلقيش، فشوفوا لي كعب قد مثلا 50 60 70 سم. احنا مالناش في الطول ده. لا ده لسه هسالك بقى. انا لسه هسالك في المطبخ. وبعدين انا عايزه اقول لحضراتكم معانا نجمتنا طبعا، مدربه الفريق الاول لكره اليد سيدات بالنادي الاهلي، نجمه الاهلي السابقه طبعا لكره اليد، مي هشام. ميوس انت منوراني النهارده. ربنا يخليك. انا عارفه ان ليكي قصه مع روز الصياديه. وبعدين انا حطيت الاضافه، اسمحوا لي اوجه تحيه طبعا لزوج مي ولحماه مي، لان هي ذكرت استحملوني كتير. قصه الصياديه وروز الصياديه معاه. اولا يا ميوس احنا مبسوطين بوجودك حبيبي. معانا عنصر نسائي لينا الشرف والفخر ان احنا نفخر بحد من السيدات والبنات. متالق وحقق نجاحات جميله وواجهه مشرفه للنادي وكمان لمصر عموما. انا مبسوطه برضو ان حضرتك على قناه الاهلي، دي حاجه لطيفه جدا انه الناس تتابع يعني حاجات متنوعه غير الرياضه وفي حاجات اكتر يعني. فده لطيف. ده لطيف قوي. هي انسانه جميله جدا جدا. انا يعني التقيت بيها طبعا اكيد قبل ما نطلع هنا مباشره، حد كيوت خالص. انا قلت انا هشوف حد مش عارف ابص لها كده، وبعدين لقيت ان الموضوع كيوت خالص. هي حاجه كده من يوز زي ما حضراتكم شايفين. قولي لنا بقى انت ايه فكره كره اليد؟ اشمعنى دي الرياضه الوحيده اللي انت اخترتيها؟ ليها قصه معاكي اكيد. هي الفكره ان انا لعبت العاب كتير، ووالدي ووالدتي الله يرحمهم هم اللي كانوا يعني كان ليا توجه كده العاب قوه في الاول. يعني وانت صغيره كنت بلعب اللعبتين. ما شاء الله. ولفيت بقى، لعبت شويه جمباز، لعبت شويه باسكت. جربت. بس المدرب هو اللي استوعبني شويه واستحملني في وانا كان جسمي صغير جدا. اوكي. فهو يعني حاول ان هو ينمي يعني يستفيد من مهاراتي المحدوده. استغلني بقى في القصه دي، فحسيت ان انا ليا بقى كابتن. ايه بقى؟ كابتن محمد فاروق. نوجه له طبعا تحيه. وكابتن اليوبي كان هو رئيس الجهاز وقتها. ايوه. وكابتن محمد فاروق هو اللي يعني شاف فيا حاجه انا نفسي ما كنتش مكتشفاها. دي حاجه حلوه عموما. طبعا بنوجه لكل الكباتن دول اكيد حبيب. تحيه كبيره. ايوه طبعا. لانه الواحد ساعات ما بيبقاش عارف هو جواه او هو رايح ممكن فين. يدي صح. في حاجه صح. بس محتاج دعم. صح كده؟ صح مظبوط. قول لنا بقى اخبارك ايه في المطبخ؟ لا ده انا انا هسيبك تغرفي الرز عشان تقولي لنا نصيحه حماتك الفاضله. هديكي بقى دلوقتي اهو. اتفضلي يا فندم. اغرفي لنا بقى الرز، عايزين نشوف الاداء فين. يعني عشان نشوف مهارات برضو مي في ايه في المطبخ. انت بتحرجينا والله العظيم. انت بتعملي كل اللي انت عايزاه. طب نحطه بقى في بوله ولا اللي احنا هنفرش بقى في الطبق هنا على طول كله؟ ماشي. وبعدين قولي لنا بقى يعني التعقيب بتاع حماتك كان ايه على الرز الصيادية؟ والله عشان حاولت ما غلطش النهارده نفس الغلطه على فكره. كنا عاملين عزومه كبيره فحماتي برده كان ليها وجهه نظر انه البصل كان باين. وانا احب قوي ما احبش اصغر الاحجام. لا انا احب يعني احب مثلا اعمله بس ما يبقاش مهري خالص. لا أيوة. يبقى برده فيه طعم وباين. حلو. جوزي ما بيحبش يشوفه اصلا. بجد. ولكن هو كلب، فانا قلت لها والله هو السيف زون بالنسبه لي. طالما هو كلب يا جامد انا كده تمام جدا. فهي يعني ايه استوعبتني. يا حبيبتي يعني ايه. كل التحيه ليها طبعا. ربنا يخليها لينا ويستحملنا ويديها الصحه يا رب. امين يا حبيبتي. أمين. يا رب. كانت دايما مامتي تقول لي ايه، دعوه الحما في السماء. فيا بخت اللي حماته تدعي له. صح كده؟ صح مظبوط. مبسوطه والله بجد ان اول ما جيتي ذكرتي زوجك وقلتي بيدعمك. استحملني جدا. امتى فكرتي في فكره الارتباط يا مي؟ والله مش عايزه اخوف الناس بس احنا يعني احنا خلاص رجلينا جت في الخيا يا مي. لا نقول للناس التانيه بقى انه ممكن يكون يعني البدايه صالونات. احنا تعرفنا من الناس هي اللي عرفتنا ببعض، وبعد كده الدنيا مشيت جدا. هو تقبله ايه بقى ان انت حد نجم في مجالك ورياضيه؟ هو برضو نجم يعني. بجد هو برضو ما شاء الله. يعني كاميرا مان وكده، فهو متعود على التفاصيل دي. حلو قوي. هتلاقيه كان فرحان لك جدا جدا. ما قالكيش بقى عودي بقى وما تشتغليش. قال لي شوفي يعني عايزه تلعبي تاني. انا فعلا لعبت بعد ما اتجوزت، لعبت سنه كامله ما شاء الله. وبعد كده هو مش كفايه. لا حطي احنا ما شاء الله احنا هنحط الحله كلها يا مي. ومين اللي هياكل؟ الناس محتفله بيكي النهارده. بس سافرت كمان المانيا الصراحه، يعني كان اكتر حد بصراحه مدعم ليا في القصه. انا كنت مش عايزه اروح عشان ما اسيبوش، وهو قال لي لا طبعا روحي دي فرصه وروحي يا ستي وبستي. والله ما شاء الله. خمس شهور يعني مش وقت قليل خالص. ايوه انا جايلك حالا بالسنجاني نحط بس عليه شويه حاجات. فهو الصراحه يعني كل الناس كانت ضده في القصه دي، ولكن هو الوحيد اللي كان
واقف اوبا. انت بقى هتحطي لنا بعد ما تخلصي الرز القمر ده، طبعا مش عارفه هيعجب يعني حمات مي ولا لا، بس يعني احنا تعودنا دايما ان في الصيدليه بيبقى ساعات في شويه رز. وبعدين على فكره اللي مش بيحب البصل ممكن نضربه مع شويه مرق يغلي. ده رايها. بصي بقى عشان تعملي لها اللي هي برضو بتحبه عشان لما تيجي تاكله عندك يا مي، فانت البصل في المرحله الاولى وحطي عليه شويه مرق واضربيهم في الخلاط وخليه ما يبانش خالص. فكره حلوه، فكره حلوه دي يا مي، وهدوقي طعم البصل وهنريح حماتك. خلاص ماشي. احنا كمان هنعمل ماكريل. قولي لنا اخبارك ايه مع السمك، بتحبيه ولا مش من الوجبات المفضله كرياضيين بتاكلوا الحاجات دي؟ لا لا خالص، ده مفيد جدا جدا جدا. حلو. واصلا الرياضيين المفروض ان هم بياكلوا. ما انت بتظبط جميله اهو، بصي كلهم في الكنترول بيقول لك ما انت بتظبطي جميله اهو يا ميوس. احنا كنا بنقول على الـ على الـ على السمك. يعني جوزي ليه وجهه نظر انه يعني هو اكله بتتاكل من بره، هو الراجل بيعملها مننا احنا. طب احنا نجيبها من بره وخلاص. احنا النهارده عاملين والله الوصفه يعني برضو حد من الناس اللي الله يعني برضو ايه زي اللي بره. طب ما تجربي كده تعمليها وتقولي لنا يا ميوس بعد ما الحلقه دي استفيد بقى، هل يا ترى هيفضل عند رايه ولا هيغيره؟ احنا حاطين اهو نفس الخلطه اللي احنا قلنا لحضراتكم زي اللي عملناها في الاول، بس الخضار هنا متقطع جوليان. ومي بسم الله ما شاء الله عملت لنا يعني شكل رائع. لا بصوا بتنسق وتزاوي وبتاع برضه يعني بيبان برضه صح؟ بيبان اللعبه، بيبان المهارات باينه جامد جدا. انا هدخل ده بقى تحت الشوايه دلوقتي، دي المرحله الثانيه. خلاص هندخله بقى هنا ونبدا في الماكريل. بتحبي ايه انواع السمك يا مي؟ انواع السمك اللي ممكن تفضليها يعني. سنجاري؟ ده انواع مثلا احنا عاملين احنا عاملين مثلا ماكريل وعملنا بوري اي نوع بتحبي كله يعني؟ اي حاجه حبيبه قلبي، انت متعاونه جدا على فكره جدا. اي حاجه يعني اتعودت ان انا من صغري ما اقولش لا. اكل وخلاص. حلو قوي الكلام ده، كفايه كده. خلاص كفايه، انا موافقه. خلاص انت بقى هنستسمحك يعني، اعتبري المكان مكانك طبعا. فممكن تقدمه لنا جنب السمك اللي هناك ده، نكون شاكرين جدا. يا نهاري. وانا هاخد شويه زيت اشوح فيهم الايه. اوكي. يا نهار ابيض، لا يعني ست بيت بجد والله. طب شوف بقى. طب يا شيف عظيمه بتقول لي كده، يبقى انا تمام. ايوه. في مفاجاه جايه لك على التليفون. يا ربنا يستر. معانا مين؟ قولي الو. الو الو. ايوه الو يا مي. مين معانا؟ الساره الخولي. خولي عامله ايه؟ لاعبه النادي الاهلي لكره اليد. انا مش عايزه اقول لحضرتك بقى ان ساره الخولي ايوه يعني ست بيت يعني، هي ما لسه طبعا ما ربنا ما كرمهاش بقى واتجوزت، ربنا يكرم ويرزقها يا ساره. بس تعمل اكل تحفه يا ساره. الكلام الكبير ده تحفه. حلويات قوي حلويات وكله يعني، هي ما شاء الله اللي بتغذينا في. طب ما تقولي لنا بقى يا ساره، احنا مبسوطين بسماع صوتك اولا. والله وانا كمان جدا والله. حبيبتي احكي لنا طبعا مي كده مواقف طريفه بينكم ولا حاجه. لا هي مي بتعشق اكلي يعني، هي مي ما هو واضح اهو مي بتعشق اكلي. انا حاسه انها لولا الحلقه كانت يعني ست سابت دلوقتي، بلغت فرار ومشيت راحت لك دلوقتي. والله قبل كل ماتش هي هتعمل لنا ايه بقى؟ يلا بقى شوفي. طب قول لنا بقى في المعسكرات بتعملوا اكل؟ هي بتيجي قبل المعسكر، هي معاها شنطه فيس. ايوه. وتعدي علينا بقى في الاوض. في الاتوبيس. في الاوض والاتوبيس. انا عامله ده يروح. انا عامله ده. يلا دوق. وتعدي على واحد واحد فينا. انت اللي تبي عاملاه يا ساره. ايوه هي. وبعدين طب ايه قولي لنا نوعيه الاكل بقى، وانتوا بتاكلوا حلويات ولا لا ممنوع بتاكلوا فواكه بس؟ عرفينا كده يعني. لا بناكل عادي، بناكل عادي. طب ايه بقى قولي لنا؟ اكتر ناس بتاكل الرياضيين دول، اكتر ناس بتاكل. بس اكلات صحيه صح كده؟ دايما يعني. دايما فعلا. طب امتى بقى ما بتاكلوش ده؟ لما بيبقاش في تمرين؟ والله لا يعني بصي لو في ماتشات مهمه ما بناكلش اكل صحي، غير كده لا عادي يعني. غير كده عادي شغال معانا زي الفل. كله شغال عادي. ما بننصحش الناس طبعا بالحاجات دي. ما تنصحوش، ما تقولوش الكلام ده. احنا بنعمل حاجات غريبه يعني، بناكل حاجات ما تتاكلش مع بعض. والله لمجرد ان احنا فرحانين ان احنا موجودين مع بعض في مكان واحد وان احنا بناكل، فاحنا بناكل حاجات ما تتاكلش مع بعض. طب ممكن اسال كشري بقى. ايس كريم يعني. بناكل تركيبات اصلا يعني، ما بننصحش اي حد انه يعمل كده حقيقي يعني. احنا بناكل حلو في هادئ كل حاجه، كل مع حاجة بعض عادي. طب خليني بقى اسالك حاجه بقى، قولي لي دلوقتي هي كانت لاعبه معاكي وبعدين دلوقتي اصبحت كابتن الفريق، ايه اللي حصل فرق في مي معاكي في الحالتين؟ هي دلوقتي مدربه فريق.
ايه بقى احكي لنا كده عن مي معاك، هل اختلف الطباع بتاعتها خالص؟ لا يعني هي مي فضلت زي ما هي عايزه. احنا اصلا كنا في الاول ما كناش عارفين، لما مي بقت مدربه احنا ما كناش عارفين احنا نتعامل معاها ازاي. ايوه طب هل مثلا في حاجه هتختلف بتاع؟ لكن هي مي لا، هي احنا فضلنا زي ما احنا عادي خالص، مفيش اي حاجه. لا وبعدين اتعاملت ولقيت الدنيا جميله. هي اصلا كمان عشان اقرب واحده لينا سنا وكده، اللي هو في الفرقه يعني كجهاز او كده. ايوه فهي اكتر واحده معانا في كل حاجه وكده، فاهمه قصدي؟ فاهماكي. انا عارفه ليه بسالك، لان لما الصداقه بتبقى فيها صحوبيه وبعدين تتحول انه في حد هو اللي بيليد، دايما بيبقى فيه كده جزئيه ممكن تاثر على العلاقه. لا 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 هي اصلا ما بتبقى معانا احنا اكتر من الجهاز كمان يعني. يعني هي بتبقى معانا احنا على طول، ما لا ما فيش الكلام ده خالص. حبيبتي انا والله يا ساره مبسوطه جدا بسماع صوتك، ميرسي لانك محبتك لمي خليتك تكلمينا. والله وانا كمان، وانا كمان والله حبيبه قلبي، وبشكر وجود مي، وان شاء الله يا رب دايما كلكم يعني تبقوا فايزين كده ببطولات، وتبقي معايا ان شاء الله مره تانية باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. شرفتينا ونورتينا يا ساره، ميرسي ليك. باي باي. بتتعاملوا مع بعض ازاي؟ بتسلموا على بعض بقى كده؟ على طول كده، احنا من كتر ما بنشوف بعض خلاص زهقنا ان احنا نسلم على بعض يعني. هلو يا ولاد، هلو يا شباب، وخلاص خلاص يعني خلصت الموضوع. بس طبعا بيجي علينا الاوف سيزون او بنخلص الموسم، بتروحوا بنحس بقى ان احنا يعني وحشين بعض جدا. بتقعدوا بقى الحياه اللي هي بعيدا عن الايه؟ يعني عن حتى من وانا كنت لاعبه، هو بالنسبه لي التمرين هو الوقت اللي انا بشوف فيه صحابي. يروح طبعا الكابتن بيبقى يعني سواء حريص ان انتوا بقى ما فيش الوقت، وبالتالي انا كنت فاهمه التو سايدز بقى ده. ان انا عايزه، انا لسه يعني انا في الجامعه او في الشغل وجايه، وانا عايزه ارغي بقى طبعا مبسوطه بعمل حاجه اللي بحبها، وبشوف صحابي فيها الطبع ده ان هم يرغوا شويه مع بعض. ما بينتهيش، ما بينتهيش. ده جين ده اكيد مش عارف. فطبعا بيبقى الكابتن مش عايز حد يرغي ايوه، وده طبيعي عشان عايز الناس تركز. أيوة. وفي نفس الوقت احنا بنبقى عايزين نرغي يعني كبنات، طبعا عايزين نرغي وشفنا وعملنا ايه النهارده ودي عندها كذا ودي، فبيبقى في كلام كده يعني انتوا يا جماعه مش شايفين اللي انا شايفاه. انا حشيت الحشوه اللي هي التقليديه، والسمك الماكريل ده اصله كمان مفيد قوي حقيقي بجد. وخلينا بقى ايه نظبط بقى الدنيا ونشوف السمكه اللي انا حطيتها جوه، يعني اكيد ربنا يستر اكيد نفسها تطلع دلوقتي. نبص عليها بقى قبل ما نطلع الاستراحه بتاعتنا عشان تشوفيها معانا برده. ده السنجاري اهو، وهنستسمح حضراتكم، هندخل صينيه سمك الماكريل الفرن وهنرجع ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه من الاستراحه. وطبعا يعني معايا مي، ما بطلناش كلام وتصورنا في الفاصل وعملنا كل حاجه. دلوقتي هنعمل حلو، بس اسمحوا لي قبل ما نعمل الحلو هقول لحضراتكم مقادير الماكريل، لان انا حشيته كده في السريع. عندي سمك ماكريل، عندي بطاطس شرايح حطيتها في قاعده، وطماطم مكعبات، جزر وكرفس، فلفل حار، لتر من عصير الطماطم، ممكن يبقى كوبايه او اتنين زي ما انتم تحبوا، بصل وتوم، كزبره خضراء وزعتر، وعصير ليمون، خل وزيت زيتون وكمون وملح وفلفل. وانا شوحته بس نص تشويحه كده وحشيت بيه، وحطيت القاعده من البطاطس وسقيت بالعصير الطماطم ودخلناها الفرن. ودلوقتي ميه هتبقى